انطلقنا بعملية تلقيح الأبقار ضد مرض الجذري العقدي المعدي للأبقار، وهذه العملية عملية تمس البؤر، ربعة بؤر، وهذا باش نقضيو على المرض ونحصروه في البؤر. سخرنا ربعة فرق مكونة من 12 بيطري تابعين المفتشية البيطرية لولاية سوق هراس، ولحد الآن وصلنا لتلقيح 1900 رأس بقر. الحمد لله يا ربي، اليوم جونا البياطي راهو معاهم المفتش، استكثروا خيرهم باش يديرنا الفاكسان إن شاء الله. هنا فاكسين الحمد لله، احنا كنا متخوفين من هذا المرض، نقولوا الحمد لله بربي إن شاء الله كي درنا الفاكسان هذه، بربي إن شاء الله المرض على الأقل نكون حافظنا على القطيع. راهم خدموا لنا خدمه باهيه، جابوا لنا دواء، داروا لنا التلقيح تاع هذا تاع المرض. المرض بربي راهو ما عندناش، كاين في بلايص بصح بلايص اللي يدير الوقايه راهو ما تلحقوش. اللي يدير الوقايه راهو ما تلحقوش، كيما هكا راهو يداوي، ينظف، يدير الجير، يدير جافيل، يدير كل حاجه، يخدم، ما بربي راهو ما تكون يكون غير الخير.